قال مصدر أمني أن قياديا في تنظيم القاعدة يدعى أبو المحضار وثلاثة من مرافقيه سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية في محافظة لحج. وأضاف المصدر أن أبو المحضار هو أحد أهم المطلوبين للجهات الأمنية منذ أكثر من 15 عاما. وجدد مدير أمن لحج العميد عادل الحالمي دعوته لكل العناصر الموالية لتنظيم القاعدة بسرعة تسليم أنفسهم للسلطات الأمنية.